بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. عفوا سيدي الوكيل، مكانك هنا في صف خصومك. لا يكفي أن أجلس هنا؟ قم إلى هناك عافاك الله. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل. هيا يا أمة الله قدم البينة. هذا خصمك بين الحضور، أليس كذلك؟ هو أعزك الله. بما تتهمينه؟ حين خرجت قافلة الحج قبل أشهر مرت قرب بستاننا، وبعد أن ودعها المودعون عاد هذا الرجل مع عدد من الرجال فنزلوا في بستاني. بعد استئذان؟ نعم، وقد أذنت لهم، فشكوا الجوع وطلبوا مني أن أعد لهم طعاما على أن يدفعوا لي ثمنه. وكانت لي عنزة فجعلت ابني هذا يذبحها لهم، ثم قاموا إلى غراس صغيرة عندي فقطعوها واشتووا العنز. وحين طالبتهم بالثمن قال للوكيل: قيم القصر سيحاسبك لاحقا. وضحك فضحك من معه، وقد صبرت كثيرا على أمل أن يرسل لي أحد مالي ولكن دون جدوى. وصبرت حتى جاع صغاري فما عاد لهم حليب من العنز، ولم تكبر الغراس التي قطعوها لنبيعها حطبا. ولهذا جئتك يا سيدي لأطلب حقي. ماذا تقول فيما سمعت يا عبد الرحمن؟ كل خير، ولكن قيم القصر كان يجب عليه أن يدفع هو. وهل أمركم القيم أن تنزلوا عندها وتأكلوا حلالها ثم ترحلوا؟ لا لا، ولكن قيم القصر هو الذي يدفع في مثل هذه الحالات. المرأة لا تعرف إلا أنت. كل ما قالته المرأة حق، وأنا لم أتنكر لها، إنما أنا الوكيل، وكان عليها أن تنتظر قيم القصر ليعود فيحاسبها عن مودعيه الذين ساروا في رفقته. فإن مرض أحد الصبية أو مات جوعا، وإن مرضت هذه المرأة أو ماتت أطال الله في عمرها، فهل ننتظر القيم؟ اسمع أيها الوكيل، ما دمت قد اعترفت فإني ألزمك بدفع قيمة العنز وحليبها الذي حرمت منه منذ أكلتمها، وقيمة الغراس النامية التي أحرقتموها أيضا، وأحملكم ما ترتب على ذلك من عطل وضرر. هيا هيا قم هداك الله، قم فأدي للمرأة حقها. بارك الله فيك وجزاك عنا خيرا. هذا حقك يا امرأة. منذ أن ذهبوا وأنا خائفة أن أطالب بحقي، حتى سمعت بدار الحزبة، فقد خلت داري مما يقيم أود العيال، وأنا زوجي ذو مرض، فلا العنز بقيت ولا الغراس نمت لنبيعها، ومنذ يومين لم يدق عيالي طعاما، فلله الحمد الذي أعاد لي حقي. الحمد لله. سأؤدي لها. جزاك الله عني وعن صبيتي وعن المسلمين كل خير. Thank you.
وهل ستبقى طويلا على هذه الحال؟ لقد حضرت قبل موعدك بساعة. لقد هربت من ثرثرة خولة. وأنت الآن تريدني أن أهرب من صمتك. سوف أكمل دروسي بعد أن تغادرني يا شاعر الحاضرة. ماذا تريد يا جمال الدين؟ اسمع يا حازم، اسمع، سأقول لك شيئا. كيف تقضي جل وقتك كله في هذه القراءة والعلم؟ ما؟ هل تظن أن هذا سيحقق لك طموحاتك؟ أو يوصلك إلى منصب مثل منصب ابن أحمد أو القيم أو الوكيل؟ ولم لا؟ نحن الفقراء يجب أن نضع طموحاتنا في مستوانا. مثلا أنا أتمنى وزوجتي أن أكون حجاما أو مزين الشعر، وأنت يجب أن لا تتعدى طموحاتك أن تكون بائع فاكهة بدلا من أن تكون بائع خضروات. هذا جهل يا جمال الدين. وهل من العلم وبعد النظر أن تقضي كل وقتك في القراءة والسهر دون أن تصل إلى هدف؟ سأصل بإذن الله. صعب يا حازم، إن بلاط الوالي لا يطأه أحد بسهولة. وهل من الضروري يا أخي أن أكون في بلاط الوالي أو أتوقف؟ أنا يا جمال الدين أريد أن أرفع نفسي بالعلم أولا. إذن أنت تريد أن تأخذ مكان ابن أحمد. وهل سعى ابن أحمد لمنصب حين تفقه في العلوم؟ تأكد يا أخي أن المنصب سعى إليه فقبله على كره منه، أما هو فلم يسعى لمنصب أبدا. وأنت، أنت يا حازم. أنا يا أخي مكتف ببيع الخضروات، غير أني أحب العلم، ولهذا أتعلم وأعمل بقول الله عز وجل وقول رسوله الكريم. فالله سبحانه وتعالى قد جعل للعلماء منزلة خاصة، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والتسليم. ولكن أتريد أن تقنعني أنك إذا كنت جالسا للقراءة تكون مستمتعا ومستغرقا، وأحس بالدم يسري في عروقي حين أصل إلى معنى بليغ، أو حين أصل إلى تفسير آية تفسيرا دقيقا؟ أحس ساعتها يا أخي بأن فرحتي كفرحة من ضاع منه شيء ثمين ثم لقيه. لقد قالت لي خولة مثل ما قلت. أما أنا يا صديقي فلا جلد لي على الجلوس والتحديق في الكتب. أما أنا يا أخي فلدي أكبر الجلد، ولذلك أحببت أساتذته ورواده، وأحببت دروس أستاذ ابن أحمد. أشعر بالسعادة وأنا أتجادل مع أطرابي وهو يستمع إلينا، وحين نصل إلى المعنى الصحيح نكتبه ونكون سعداء جميعا. إلى هذا الحد يا حازم؟ بل أكثر من ذلك يا أخي. ما أجمل أن تتعلم يا جمال الدين لتعرف تفسير كل شيء حولك، وتعرف أن لهذا الوجود خالقا أبدع كل شيء صنعه، وتعرف أيضا يا أخي أن في العلم متعة لا تعادلها متعة، وأنك مهما توغلت في العلم فلن تصل إلى النهاية. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. فالعلم متعة يا أخي. أنت إذن عندما تكون قارئا أو كاتبا حالك مثل حالي، خاصة وأنا عائد بحماري من النبع أثناء سقاء. كيف؟ لم أفهم التشابه. أنت تحب وقتك في القراءة والكتابة، وأنا أحب وقتي في السقاية. كل منا يعمل بما يحب. نعم نعم.
أضحكتني وكنت لا أرغب. حازم، ما أخبر زواجك؟ لا جديد يا جمال الدين. لا جديد؟ خطبت أخت حارثة فلما رفضتك ابتعدت عن الزواج تماما؟ مؤقتا يا أخي، على أن أحسن وضعي ثم أعود إلى أهلها، ولكنني يا جمال الدين أشعر وكأن بيني وبينها بعد السحاب. كل ذلك؟ بل أكثر من ذلك يا أخي، أشعر وكأني بيني وبينها بعد الثريا. فإن رضيت لك بحمزة زوجا لن أخالف لك رأيا يا أخي. قولي لي يا فرحة، ما الذي لم يعجبك فيه؟ بعد أن تقول لي سبب رضاك به سهل لك. فارعه، إنه وارث، وارث عنده من الذهب ما ليس عند سواه، وهو ينفق عن سعة ويحب الكرم وطيب العيش. أما عن كونه وارثا فهذا يعني أنه يملك مالا لم يتعب في جمعه، وأما عن الكرم والسخاء فإنهما لا ينطبقان على من يبذر ماله. ألا يكفي أنه يحب أن يصاهرني؟ حتى إنه طلبك مني وهو على استعداد أن يدفع لك المهر الذي تريدين. إنه يحاول أن يشتري منك شقيقة وصفت له، وما إن يمتلكني ويتزوجني حتى يطلقني كسواي. لا 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 يا فارعة، أنت تظلمين الرجل. هذه هي الحقيقة التي تعرفها يا حارثة ولا تريد أن تراها. لكن الرجل على خلق. أيليق بصاحب خلق أن يتعرض لي وأن يتعمد أن يراني بأن يقف لي كل يوم في الطريق؟ يا إلهي، أفعل هذا يا فارعة؟ ولا يزال. وأنت يا أخي عليك أن تمنعه عن هذا السلوك المرذول. أتسمعين ما تقوله أختي يا هند؟ قد ساءك ما قاله أخي وهو محق، وسرني ما قالته أختك وهي على حق. أنا وحدي فقط الذي لا يعرف طريق الحق بينكم؟ حاشاك يا أخي، أنت تعرف الطريقة وتحيد عنها قليلا. اسمعي يا فارعة، أتظنين أنك بهذا تصرفينني عن غرضي؟ لا، سأظل خلفك حتى تقبلي بابن حامد. يفعل الله ما يريد. بل ستتزوجين. إن أمرتني لا أرفض لك طلبة، فلك السمع والطاعة يا أخي. أما الآن فأوصلني إلى داري. ابقي معنا يا فارعة، أخوك يقضي معظم وقته خارج الدار وأنا هنا وحيدة. إن أرسلتي في طلب عزة بقيت. لا، بل يصحبنا حارثة إلى دار أخي ابن أحمد. لا، أنا مشغول ولا أريد أن أجالس أحدا. إذا كنت مشغولا فلتأخذنا في طريقك إلى بيته، ندق الباب وندخل إلى عزة وتمضي أنت، ثم تعود لتأخذنا في طريق عودتك إلى دارنا. ولكن يا هند، أرجوك يا أخي، اشتقت لعزة، أرجوك. لا بأس لا بأس، استعد لنذهب. جمال جمال، من أين جئت بهذه الأقوال يا جمال الدين؟ هذه الأقوال لست أنت صاحبها. لو شئت يا خولة لجئت برجال العلم كلهم لآتيك بهذه الأقوال ومثلها، لقصدت ابن أحمد نفسه. أين تعلمت كل ما تقول؟ أتراك تشكوني لصاحبك حازم؟ أشكوك له خير من سواه. أنت يا امرأة تحتاجين لعبقري يفك طلاسم تصرفاتك. إن بكرت غضبت، وإن تأخرت غضبت، وإن أتيتك بمال وفير سخرت، وإن لم أعد به حنقت، وفي كل ذلك أنا ألوذ بالصمت رغم أني لست ضعيفا كما تتخيلين.
أنا منتبه لك جيدا، حتى إني قلت شعرا. قلت شعرا؟ أنت تقول شعرا؟ إذا فهو لا يستقيم وزنا ولا يضبط قافية. اعتظنين ذلك؟ قل وأسمعني دررك الشعرية. قل. اسمعي وذنبك على جنبك. إذا ما كنت ذا دولة وذا شأن له صولة فلا تطمح إلى امرأة كمن كان اسمها خولة. خولة؟ كمن كان اسمها خولة. كمن كان اسمها خولة. كمن كان اسمها خولة. خولة. كمن كان اسمها خولة. فقدت عقلها. أنا لم أفقد عقلي يا جمال الدين، إنما أعجبني أن تقول في شعرا. قل في الشعر يا جمال الدين حتى لو كان هجاء. جمال، أهو شعرك يا جمال الدين؟ نعم إنه شعري يا خولة. عرفت الآن بما سوف تستبدل صنعتك، ستغدو شاعرا. زوجي شاعر، بعلي شاعر. قل في الآن شعرا يا جمال الدين. تغزل بمحاسن. وهل يقول الشعر من بات على الطوى؟ لا، بل حلال عليك اللوز والجوز والعسل والزبيب والدبس بالسم. ومن أين لنا كل هذا؟ إذا كنت أنت تستطيع أن تقول الشعر فأنا أستطيع أن أصنع أطيب الطعام. يا جمال الدين الشاعر، جمال الدين الشاعر، الله، جمال الدين الشاعر وليس السقاء. حازم، قل لي يا أخي، أما آن الأوان لتفصح عما بك لمن يحبك في الله؟ قل لي، ما الذي يشغل بالك؟ لا شيء يا ابن أحمد. أهو دين عجزت عن سداده؟ لا والله. ماذا إذن؟ أشكو عرضا من أعراض الدنيا يفاجئني، فألجأ إلى الله بالصلاة ويستبد بي، فأدخل في القرآن ويلاحقني، فأدعو الله عز وجل ليشد أذري ويقويني على ضعفي. أتشكو الهوى يا حازم؟ لا يا ابن أحمد، فقلبي والله مفتوح لذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ولكن قل لي، ما الذي يمنعك من الزواج؟ أوجدت في من وقع عليها اختيارك علة ما؟ تريد الحق يا ابن أحمد، العلة في تلميذك. أما هي فأراها تحمل أجمل الصفات خلقا وعلما ودينا. فما علتك التي تجعلك تعود عن طلبها؟ لقد طلبتها من أخيها فثار في وجهي ووبخني. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولما كل هذا؟ هي ذات علم، ولا أرى نفسي كذلك. وقد نشأت في دار عز، ولا أرى نفسي كذلك. كما أن أهلها لا يريدون أن يزوجوها زوجا فقيرا مثلي. الغني هو الله سبحانه. معك حق. أما زلت تريدها؟ إن أردت الحق، نعم. أنت يا حازم غني بعلمك. هم يريدون حسبا ونسبا وعزا. وماذا ستفعل؟ أتشتري لنفسك حسبا؟ أتنتظر عزا؟ لا تشغل بالك بي يا ابن أحمد. اسمع يا حازم، إن أردت أذهب أنا وأنت لهؤلاء ونطلب منهم ابنتهم مرة ثانية لك. لا يا ابن أحمد، لا أريد أن أذهب إليهم مرة ثانية، على الأقل في الوقت الراهن. على كل حال أنا عند أمرك في أي وقت تشاء. يا سبحان الله، أيحصل الشعراء على طعام كهذا كل يوم؟ أسعد الله صباح زوجي العزيز.
أشعر شعراء الحاضرة. رويدك يا امرأة، هما بيتان في هجائك ليس إلا. وهل يقدر سواك على قول مثل ذاك البيت؟ ولا تطمح إلى امرأة كمن كان اسمها خوف. يقدر من كتب عليه معايشتك. كل كل بالهناء والشفاء، وجاريتك خولة سوف تتزين لك حتى تستطيع أن تقول فيها ما تستحقه من شعر الغزل. سأكل قبل أن تغير رأيها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا ابن أحمد. كيف أنت الآن يا حازم؟ بسم الله ما شاء الله، ما هذا التفاح الطيب؟ تفاح أحضرته من بستان قريب، سأرسل منه صندوقا إلى دارك ما دام قد أعجبك. بارك الله فيك. ما لي أراك مسرعا يا ابن أحمد؟ أنا ذاهب في مهمة سأؤديها، في أمان الله. بارك الله فيك يا ابن أحمد. داود، يا داود. سيدي حارثة، تذكرت إن سيدي مسعود يريدك أن تذهب إليه. لماذا يا داود؟ أخبرني سيدي مسعود أن الوالي أمهل ابن أحمد حتى يوم الجمعة ليجد له من سيكون كاتبا للديوان. يوم الجمعة يا سيدي ستكون أنت أشهر رجال الولاية بعد ابن أحمد طبعا، أو ربما تصبح قبله. أتركك الآن يا سيدي يا كاتب الديوان. يا ابن أحمد، كل من في المدينة يشهد أنك نصير الضعفاء. الضعفاء نصرهم الله بالعدل يا حارثة. ولكنك طبقت العدل. تفضل. العدل طبقه الوالي حفظه الله وأمر به، والحمد لله أنني أستطيع أن أقدم شيئا للناس. يعلم الله أنني لم أقم بعملي هذا لداعي الاشتهار أو لأكون ممدوحا في أحاديث الناس، فحديث الناس لا تسمن ولا تغني من جوع، أليس كذلك يا صهري؟ بلى بلى، هو ما تقول يا ابن أحمد. أعتذر يا حارثة، نسيت أن أقدم لك ما يليق بك من حق الضيافة. حفظك الله يا ابن أحمد، أنا ما أتيت لأمتحنك أو لأختبر كرمك. حضرت فوجب أن يحضر واجبك، وعزة خير من يفعل. الضيافة يا عزة. أكمل يا سيدي حارثة، وهل بشرك بالتعيين؟ بل فعل ما هو أهم يا داود. ظل يحتفي بي ويكرمني حتى خجلت منه، وفي كل كلمة يقول: أخي الحبيب، صهر العزيز، أخي حارثة. وحين قالت هند قبل خروجنا: نأمل من الله أن ينصلح الحال، قال: سينصلح بإذن الله. عظيم يا سيدي حارثة، عظيم. أتعلم أن كل التجار في السوق بدأوا يعدون الهدايا التي سوف يقدمونها إلى كاتب الديوان بمناسبة تعيينك؟ وأنا يا داود لن أنسى من وقف معي. صدقني يا داود، صدقني، ستكون الأيام القادمة مليئة بالهناء. وكيف؟ كيف عرفتما؟ أما أنا فقد نظرت إلى وجهك عندما تناول حارثة حازما بالسباب، كانت تفضحك عيونك يا فارعة. أما أنا فابن أحمد وصف لي هوى حازم ورغبته المتجددة في أن يقدر على استكمال نصف دينه وأن يتزوج من طلبها من أخيها، فاستنتجت بأنه كان يحدث ابن أحمد عنك أنت. اسمعي يا أخته، حازم شاب طيب معروف بالخير،
وحارثة لن يكره أن يكون لك زوج كحازم إذا استطاع أن يوفر لك حياة كريمة. وابن أحمد أخبرني بأن حازم بدأ يتعامل مع المزارع الكبيرة ويشتري ثمرات بساتينهم، وهذا يعني أن وضعه سيتحسن بإذن الله وسيقدر على طلبك من أخيك، ولن يكون لحارثة الخيار في رفضه. عندها عرفت دواءها. نعم عرفت دواءها، وكل ما سأفعله أنني سأغير الكلمات وأقول إذا جال الهوى جولة وكنت من ذوي الدولة فخذ من زوجتك علما محاسنها لها صولة، لأن البدر فاتنة مهات واسمها خولة. هاك يا زوجي الحبيب. سيظن الناس يا هند أنني اتخذت زينتي للمسجد فحسب. أنت دائما تلبس أفضل ثيابك للمسجد. اليوم هناك ما يدعو للباس خاص أيضا. إن شاء الله إن شاء الله. أتعلمين يا هند؟ اجلسي اجلسي. كل تجار السوق حين أمر بهم هذه الأيام يهبون واقفين، الكل يعرف بأنني سأصبح كاتب الديوان بإذن الله. طبعا طبعا كل شيء بإذن الله. أنت تستحق كل خير، أعطاك الله كل ما تحب يا زوجي. هيا هيا قبل أن تتأخر، فاليوم سيعلن كاتب الديوان الجديد أمام الناس، ويجب أن تكون جاهزا لهذه المناسبة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله العلي العظيم استغفر الله العلي العظيم استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله على سيدنا محمد. استغفر الله. تقبل الله منا ومنكم يا مولاي. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. موعدنا اليوم يا ابن أحمد. جمعت لمولاي هذه المعلومات والسيرة عن الثلاثة الذين أخبرت عنهم، ومنهم اثنان خارج المدينة. أرجو أن يطلع مولاي الوالي على هذه الوريقة ومن ثم يعلن للعامة ما يرى. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الذي اخترته لي من بينهم؟ أنا يا مولاي لا أزكي أحدا منهم على الآخر، فلكل واحد منهم حسناته، ولقد اخترتهم لك، وفيهم من يقوم بالمهام الثلاث المطلوبة منه: يكتب في الديوان، ويكتب المظالم وينقلها إليك، ويتعهد مع بقية المعلمين ولديك بالفقه والعلم. رجل واحد يقوم بكل هذه المهام؟ إن قدره الله يا مولاي نعم. منذ تركت لي الأوراق في الفترة الأخيرة وأنا أرى أن هذا هو الأفضل من بينهم. هذا نعم.
إنه حازم العدوي يا مولاي. أهلا بك يا حازم. أهلا بك يا مولاي. يا مولاي، حازم العدوي من أبرع تلاميذي، وسأظل كذلك بإذن الله. وأنا يا مولاي الوالي أراه أهلا لذلك بإذن الله. أهلا بك يا حازم. أهلا بك يا كاتب الديوان. مبارك يا حازم، مبارك يا حازم. تعال معي يا حازم. مبارك يا حازم. حارثة، 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 يا حارثة، ما بك يا حارثة؟ أتشكو من شيء؟ لماذا لا تحبني؟ لماذا تحقد علي؟ أنا لا أحبك، أحقد عليك أنت. يعلم الله أني أحبك. أنت تحبني؟ هذه ليست المرة الأولى التي تحاربني فيها. لماذا؟ لماذا تركت من هو بمقام الشقيق منك وفضلت عليه شخصا آخر لا شأن له؟ أتقصد حازما؟ نعم هو حازم. إن له من الشأن ما ليس لك يا حارثة، رغم محبتي لك. وأي شأن له؟ أي شأن؟ ألي أنه يركض خلف اللقمة والعلم معا؟ ألي هذا فضلته ورفعته؟ لست أنا الذي رفعته، إنما رفعه الله بعلمه يا حارثة. وإن كنت تريد أن تصنع لنفسك مجدا ومكانة فعليك بالعلم. العلم يا حارثة. كلما شاهدتني تقول لي العلم يا حارثة، العلم؟ وإياك أن تحقد على رجل يطلب العلم. فكر بعقل وروية وهدوء. حسن، ماذا تريد مني الآن؟ أريدك أن تذهب معي الآن لحازم لتبارك له، ولتعلن أمام مولاي الوالي موافقتك على زواجه من أختك فارعة، لأنه سيكون بإذن الله خير عريس لها. أنا أفعل ذلك لحازم؟ نعم، تفعل ذلك لحازم. لحازم كاتب الديوان، طالب العلم، الرجل الذي أصبح له مكانة. كنت أتوقع أن تكون واحداً من المرشحين لهذا المنصب يا حازم. أنا يا مولاي؟ نعم أنت، فقد علمت عنك وعن علمك منذ مدة طويلة، وقد وصل صيتك إلى أطراف البلاد، بل ربما جاوزها قليلا. بارك الله فيك يا مولاي ورفع من قدرك، لأنك ترفع من قدري. لقد رفعك الله بالعلم يا حازم، فالعلم ثروة وكنز نبحث عنه في شرق البلاد وغربها. والعمري ما وضع وال رجل علم في مكانه المناسب إلا نجح في عمله. يا مولاي، أن أكون صاحب حظوة وشرف بالكتابة في ديوانكم، هذا هو الشرف العظيم الذي كنت أنتظره. ونحن هنا في حاجة إليك وإلى علمك يا حازم. بارك الله فيك يا مولاي. مبارك لك المنصب يا حازم. بارك الله فيك يا حارثة. الحمد لله. الحمد لله. أبا حارثة، إلا أن يأتي معي ليبارك بتعيينكم كاتبا للديوان. بارك الله فيكما وجزاكم الله عنا خيرا. كان حارثة يا مولاي يتطلع أن يكون كاتبا في ديوانكم. لكنك لم ترشحه لي. أنا لا أقول فيه إلا كل خير، ولكن ما ينقص حارثة هو الحرص على العلم. سأتلقى العلم بإذن الله لأحقق ما أريد. وستصل بإذن الله. أما عن كونك يا حارثة لست كاتبا للديوان، فيكفيك أن تكون صهرا لكاتب الديوان. يا حازم، لقد حدثت حارثة عن رغبتك الزواج من فارعة، ووافق، وبإذن الله سيعلن موافقته أمام مولاي الوالي. هذا إذا كنت لازلت راغبا في الزواج منها. نعم لازلت راغبا. هل توافق يا حارثة؟ إكراما لك يا مولاي، إذا وافقت أختي فأنا موافق. هذا يوم مشهود، فقد تم فيه تعيينك كاتبا للديوان، ووافق حارثة على الخطبة، وسيتم فيه إعلان الزواج. الحمد لله، الحمد لله الذي وفق حازما وهدى حارثة. حازم يستحق كل خير، لقد صبر فظفر.
نعم نعم يا حارثة، صدقت، لقد صبر فظفر. ظفر لأنه أراد أن يضع لنفسه حسبا ومجدا، واستطاع أن يحقق ذلك بالعلم. العلم يا حارثة يرفع الأمم وينشط الهمم، هو الغنى الحقيقي الدائم. ولعلك الآن انتبهت إلى قول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وهذا مصداق لقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم.